متابعي قناة جذور الزوار الجدد، مرحبا بكم جميعا على قناتي. أنا جد سعيد بتقديم حلقة هذا اليوم. هل عموم إخواني، في حلقتنا هذا اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتفكيك جهاز التلفاز وإصلاح واحد من أكثر الأعطال الشائعة جدا. وكإشارة، فإن جهاز التلفاز في هذه الحلقة سوف يكون كنموذج، ليس إلا بل إن هذا العطل قد يحدث لأي جهاز كيفما كان نوعه. وحتى لا أطيل عليكم أو أضيع وقتكم الثمين، تابعوا معي هذا الشرح. إذن إخواني، لدينا هنا جهاز تلفاز من النوع العادي، ليس LCD وإنما تلفاز العادي. على العموم، لاحظوا معي عند تشغيل هذا التلفاز، كما ترون الصورة تظهر بالنصف فقط وليس الصورة كاملة. ذلك راجع إلى تعطل أحد المركبات المهمة في جهاز التلفاز هذا. على العموم، سوف نقوم بتفكيكه لكي أشرح لكم أكثر. إذن باستعمال مفك براغي مناسب سوف أقوم بتفكيك البراغي ثم أعود إليكم. كما ترون، هذا هو ظهر التلفاز وهذا هو الرأس المسؤول عن بث الإلكترونات أو بث الصورة إن صح التعبير. سوف أقوم بتقريب الصورة قليلا لكي ترون. إذن يا إخواني، فهذه المجسات التي ترونها المعدنية، فتحريكها لليمين واليسار فهو يؤثر في حجم الصورة وفي عرضها إلى غير ذلك، لكنها في جهاز تلفاز هذا فهي مضبوطة على الوضع الافتراضي للمصنع. لذلك فمشكل الصورة ليس من هذه المجسات، لذلك لن أقوم بلمسها، بل المشكل بأحد المركبات الموجودة في المذربورد أو البطاقة الأم. على العموم، سوف أقوم بتفكيك البطاقة الأم لفحصها وتتبع العطل. وهذه هي المذربورد أو البطاقة الأم. ولكن قبل أن نبدأ العمل ومن جانب السلامة، أولا قبل التعامل مع جهاز التلفاز لا تنسوا نزع القابس، ثم فإن البوردة تختزن طاقة كبيرة جدا قادرة على قتلك، توجد في المكتف أو الكوندنساتور. لم تكن تعرف ما هو المكتف أو الكوندنساتور، شاهد الحلقة الموجودة في صندوق الوصف. كيفية تفريغ هذه الشحنة؟ هذا هو المكتف، وهذه هي المجسات الخاصة به من الجهة الأخرى باستعمال مفك براغي به يد بلاستيكية كهذا. نقوم بعمل شورت سيركوي على هذا الشكل للتأكد من إفراغ الطاقة من أجل السلامة. إذن أقوم بوضع المذربورد أمامي، ثم أقوم بتسليط بعض الضوء عليها لكي تظهر المركبات بشكل جيد، ثم أقوم بفحصها فقط باستعمال العين المجردة بدون الحاجة إلى جهاز الملتيمتر لرؤية إن كانت هناك أي قطعة محترقة تظهر بشكل واضح. الآن سوف أقوم بعملية الفحص. إذن بعدما قمت بفحصها باستعمال العين المجردة فقط، لاحظوا معي هذا المركب أصبح لونه أسود جدا وكأنك قمت بحرقه باستعمال الولاعة. فهذه يا إخواني هي عبارة عن مقاومة أو ريزيستانس. إن لم تكن تعرف ما هي المقاومة، فقط شاهد الحلقة الموجودة في صندوق الوصف. هذه المقاومة تكون في أصلها مثل هذه التي بجوارها، تكون بها خطوط ملونة. هذه المقاومة يا إخواني لمعرفة قيمتها فأنت بحاجة إلى قياسها عن طريق احتساب هذه الألوان، وسبق وشرحت ذلك في إحدى الحلقات السابقة، أو عن طريق قياسها عفوا باستعمال جهاز الملتيمتر. لكن في حالتنا هذه، فهذه المقاومة فهي محترقة وتالفة تماما، حيث أنه لا يمكنك قياسها باستعمال جهاز الملتيمتر، ولا يمكنك قياسها أيضا باستعمال الحلقات الملونة الموجودة على ظهرها. إذن فما هو الحل يا ترى من أجل العثور على المقاومة المناسبة لهذا الجهاز؟ الحل يا إخواني يكمن في هذه القطعة الرائعة جدا، والتي تسمى بالمقاومة المتغيرة أو Variable Resistor. وهذه المقاومة المتغيرة فهي تأتي بعشرات الأشكال المختلفة، لكنها جميعا تؤدي نفس الدور. وسبق وقدمت لكم شرح مفصل حول هذه القطعة، تجدونها في صندوق الوصف. على العموم، فإن هذه المقاومة عن طريق تدوير هذه البلاستيكة تتم تغيير قيمة المقاومة إلى حين الحصول على المقاومة التي نريد. لذلك هذا يعني بأن هذه المقاومة فهي صالحة لوضعها في مكان أي نوع من المقاومات، ثم نقوم بتدوير هذه البلاستيكة إلى حين الوصول إلى القيمة التي نريد. الآن سوف أريكم طريقة تركيبها. كخطوة أولى باستعمال أداة التلحيم الساخنة، سوف نقوم باستئصال المقاومة القديمة أو المقاومة التالفة عن طريق إزالتها هنا من مكانها. وكما ترون، هذه هي المقاومة التالفة التي قمت باستئصالها،
وهذا هو نموذج لمقاومة غير تالفة كما ترون. فهذه الألوان هي التي باستعمالها نقوم بقياس المقاومة، وكما ترون هذه المقاومة بسبب احتراقها لم تعد هنالك أي ألوان. على العموم هذا فقط لكي ترون. والآن فيما يخص طريقة التركيب، فقد قمت باستئصال المقاومة التالفة من هذه النقطة وهذه النقطة. نأتي بالمقاومة الخاصة بنا، أي المقاومة المتغيرة أو variable resistor. نقوم بتلحيم قطب في النقطة الأولى وقطب في النقطة الثانية. كما الحظ ليس هنالك لا قطب موجب ولا قطب سالب، يمكنك تلحيمها هكذا أو يمكنك تلحيمها بالعكس، أنت تختار ما تريد. وهذه هي القطعة بعدما قمت بتثبيتها بشكل جيد. كخطوة أخرى مهمة، نقوم بوضع القليل من الشريط اللاصق أسفلها هكذا من أجل حمايتها أو من أجل فصلها عن الدائرة أو الدوائر، من أجل حمايتها بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بتجميع التلفاز الخاص بنا وإعادة المذربورد وكل شيء إلى مكانه. وكما ترون هذه هي المقاومة المتغيرة التي قمنا بوضعها. على العموم ما سوف نقوم به هو إمداد جهاز التلفاز بالتيار الكهربائي وتشغيله، ثم سوف نقوم بتحريك أو تدوير هذه المقاومة المتغيرة باستعمال مفك براغي مناسب إلى حين الحصول على المقاومة المطلوبة والحصول على الصورة بشكل جيد جدا. قبل أن تقوم بإغلاق هذا الفيديو عزيزي المتابع، إليك بعض النقاط المهمة جدا. أول شيء، فإن جهاز التلفاز في هذه الحلقة كان كنموذج ليس إلا، بل إن هذا العطل يمكن أن يحدث لأي جهاز كيفما كان نوعه. النقطة الثانية هي أن المقاومة المتغيرة التي استعملتها أو أي مقاومة متغيرة فهي حساسة جدا للحركة، لذلك عليك تدويرها بتأني. والخلاصة التي أو الخلاصة هذا الفيديو هي أنه إذا كانت لديك مقاومة كهربائية في أي جهاز وكانت تالفة ولم تستطع التعرف على قيمتها، فالحل البسيط هو استعمال المقاومة المتغيرة. وكآخر إضافة، فإن المقاومة المتغيرة تأتي بعشرات الأشكال، والشكل الذي استعملته ليس سوى نموذج من النماذج. وللتعرف على مزيد من الأشكال يمكنك مشاهدة الحلقة الموجودة في صندوق الوصف. على العموم إخواني، أستودعكم الله، إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.